أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. قوات النظام تستهدف بصاروخ سيارة مدنية على أطراف مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي دون ورود معلومات عن ضحايا بالتزامن مع قصف مدفعي على أطراف بلدة كفر نوران. وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 6 عناصر من قسد شمال سوريا شاركوا بفتح النيران على منطقتي درع الفرات ونبع السلام. منسق استجابة سوريا يحصي 478 مخيما سجلت فيها إصابات بأمراض جلدية، أي ما يعادل 29% من إجمالي عدد المخيمات، ويدعو لتأمين المياه النظيفة وإصلاح شبكة الصرف الصحي. وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو يجدد دعمه للعملية السياسية والعمل وفق قرار مجلس الأمن 2245، وذلك خلال لقائه مع الجالية السورية في الولايات المتحدة. أهالي قرية أبريها بريف دير الزور يتظاهرون ضد قسد ويطالبون بتوفير الخدمات الأساسية وينددون بالأوضاع المتردية في المنطقة. وفاة 3 أطفال سوريين من عائلة واحدة متأثرين بدخان حريق اندلع في منزلهم في وقت غياب والدتهم عن المنزل بمنطقة دول قدير أغلو بولاية كهرمان مرعش بتركيا مساء أمس.